التحديات مستمرة والإثارة متواصلة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، شوطا تلو الآخر الانطلاقات والبداية هناك مع بداية هذا الشوط، وشعار بوراشد بدأ يتصدر القيادة بعد ما تابعنا أيضا مشاهدينا الكرام الظبي السيد الزفنة بن سيف بالزفنة الحرسوسي لقطع المسافة دقيقتين 19 ثانية في أول أشواط الجعدان. نسير مع ثالث الأشواط خاص بالبكار والصدارة الأولى مع الشهنية. مبارك بن راشد بن حضيرم المركز الثاني، تتواجد الشاهنية للسيد سعيد بن محمد بن زيتون يقدم الشاهنية على المركز الثاني. المركز الثالث قزلة للسيد سعيد بن سيف بن سعيد بن يريو. المركز الرابع القادمة مشاهدينا الكرام تتواجد بحضورها قزلان سعيد بن محمد بالقبشي على المركز الرابع، ولكن الصدارة مقدمة مع الشاهنية، والشاهنية مع أيضا بن حضيرم ومع بن زيتون. شوف 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 أرصد للمركز الثالث، جزلة يا جزلة جزلة يا جزلة جزلة على المركز الثاني، وصلت جزلة يوسلو. الله 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 على هذا الحضور القادمة مشاهدينا الكرام على هذا الحضور. هناك بالتقدم الجميل اللي تقود الصدارة صاحبتي الشوط الرئيسي، هناك من تقود منصور بن سيف بن يريو على الصدارة، جزلة بطلة الشوط وصاحبة الشوط الرئيسي. هنا تسجل الحضور، تسجل الانطلاق، جزلة بالفعل، وهي جزلة، هي جزلة بهذا الحضور. منصور بن سيف بن سعيد بن يريو المنصوري، سلام على هذا الأداء الجميل اللي قدمته جزلة. المركز الثاني هناك من وصلت في مجاهد الكرام للسيد سعيد بن محمد بن زيتون. المركز الثالث هنا لسيد مبارك بن راشد بن حضيرم، التوقيت دقيقتين 16 ثانية. تهانينا والناموس لسيد منصور بن سيف بن يريو المنصوري على هذا الفوز والانتصار.